مؤجلات النادي الاهلي فادت بيراميدز ولا ضرته؟ بمعنى هل بيراميدز انه يلعب مباريات كثيره بعيد عن ضغوط الاهلي والزمالك فادت الفريق ولا ضرته؟ بص انا مش عايز اتكلم في فادتنا او ضرتنا، خلاص الموضوع ده بقى ايه يعني فات اول وبقى متاخر قوي ان احنا نتكلم فيه، يعني خلاص هو ناقص 8 ماتشات على الدوري، فخلاص يعني الدنيا بتقرب، فخلاص يعني الموضوع ده بقى مش هيفيد دلوقتي، احنا بس نركز في الماتشات اللي جايه المتبقيه وربنا كريم ان شاء الله. مباراه الاهلي بتاعتكم مش بتاعت النادي الاهلي، عشان عرفنا النادي الاهلي هيطلب حكام اجانب للمباراه، هل هتطلبوا حكام اجانب ايضا ولا بحكام مصريين بشكل طبيعي؟ لا الموضوع مطروح طبعا وهناخد فيه قرار اليومين دول ان شاء الله. يعني عظيم. الوضع بالنسبه لرمضان صبحي هل في جديد؟ لا لسه والله مفيش جديد. مفيش جديد خالص. لا. هل في جلسه اخرى قريبه؟ جلسه كان استماع في اخرى؟ حصلت اوريدي، كان في حصلت اوريدي والثانيه واحده وربنا سهل، بقى لسه مفيش حاجه جديده. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومره اخرى بيراميدز عامل شكل حلو في الدوري، عامل للدوري شكل حلو.